السلام عليكم ورحمة الله. طبعا معلش، دي أول مرة تشوفوني بتكلم في فيديو، ودي فعلا هي أول مرة فعلا أتكلم في فيديو، بس أنا اضطريت أعمل كده علشان أوضح بعض الحاجات اللي أنا كان نفسي أوضحها لحضراتكم، بأن أنا من زمان بعمل شغل وبعدين معلش مفيش علاقة بينا مباشرة، أقدر أعرف الرياكشن بتاعكم أو رد فعلكم من ناحيه الشغل. طبعا كان كله يتعلق ببرنامج الاس جراف. انا بذلت مجهود كبير كام شهر اللي فاتوا دول عشان خاطر اوصل البرنامج النسخه اللي انا بعتها لحضراتكم من فتره صغيره، يعني حوالي 3 4 ايام كده. البرنامج اتعمل فيه مجهود واتعمل فيه بعض التريكات اللي هي الحقيقه انا ما قدرتش اوضحها في المانيوال او انها تبقى واضحه للمستخدم. يعني ده انا اكتشفته انه ممكن في بعض حضراتكم يكون عندهم مش لقوا صعوبه في استخدام بعض التولز او بعض الادوات اللي موجوده في البرنامج من ناحيه تحليل البيانات او من ناحيه الادوات المتقدمه للحل اللي هو الادفانس تولز. كويس، الغرض من الموضوع ده كله ان انا اوصل البرنامج في صوره مبسطه وكل الناس تبقى مستوعبه كل جزء فيه. وانا في الفيديو ده انا قررت اعمل مجموعه من سلسله من الفيديوهات تشرح البرنامج من كل تفصيله. وفي الفيديو ده بالذات تحديدا انا هبدا في المقدمه وهشرح البرنامج من خلال 3 اسئله اللي هم ايه؟ اللي هم وات وواي وهاو. يعني وات از اسجراف؟ ايه هو البرنامج؟ ايه هو اسجراف؟ وطبعا الناس اللي هم استخدموا البرنامج قبل كده او اللي هم اول مره يستخدموه فبرضه هيستفيدوا من العرض ده، لان انا في حاجات اتعملت محدش يعني كان يعرفها غير في النسخه دي. فاتمنى ان حضرتك تكونوا ايه متابعين معايا، ولو في اي ملحوظه ابعتوا لنا على الموقع بتاع البرنامج استجراف على الفيسبوك، لو في اي تعديل او اي حاجه مش واضحه. طيب في البدايه انا هحاول ان انا اشرح البرنامج. بس عرض بسيط جدا بيوضح البرنامج ايه هو. فطبعا برنامج اسمه اس جراف اللي هو اختصار كلمه سايزمو جرافر. تمام، هو برنامج بيتعامل مع ايه؟ يختص ب رصد، سوري بطيء شويه ف بيسبق الاحداث. تمام، ماشي، سوري. برنامج يختص ب قراءه وتحليل بيانات الزلازل. يعني اي حد عنده بيانات زلازل جايبه من مركز زلازل سواء داخلي او دولي ممكن قراءتها من خلال هذا البرنامج. تمام، البرنامج ده عباره عن ويندوز ابلكيشن، يعني هو باستخدام الماوس والويندوز انترفيس اللي الناس كلها بتستخدمها ممكن بمنتهى البساطه جدا يقدر يعرف او يعرف يفسر او يعمل بعض التحاليل للبيانات. طيب ليه واي اس جراف؟ تحديدا من خلال الفيرجن البرو 7 دوت، دي نسخه اللي هي النسخه اللي لسه نازله. ليه بالذات؟ لو حضراتكم كنتوا متابعين البرنامج من اول ما طلع كان في مشاكل جوهريه في البرنامج خاصه بالميموري، خاصه بالجرافيكس، خاصه بالران تايم ايرورز. الميموري بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت البرنامج كان بيفتح عدد من التريسز وكل تريس بيكون ليه ليميتد نمبر اوف سامبل، يعني ما ينفعش مثلا افتح زي مثلا طوله مثلا 24 ساعه التريس ده ما ينفعش يتفتح.
او عندي مثلا محطه فيها 200 او 300 تريس احطهم، مش هتحطه، هيتحطوا هياخدوا ميموري جامده جدا وهيحصل يحصل كراش البرنامج. دي كانت اول مشكله. طيب المشكله الثانيه كانت ايه؟ المشكله الثانيه كانت الجرافيكس. احيانا كان بيحصل حاجه اسمها فولس ستارتنج، يعني تبص تلاقي حصل فجاه ان البرنامج يبدا تبص تلاقي حصل ان هو كراش او ما فيش ريسبونس او كده. دوت نتيجه لعدم عدم نجاح الانيشاليزيشن للميموري او للجرافيكس. فبالتالي برضو دي كانت مشكله، وكانت حقيقه مشكله مش خاصه بالكود نفسه، لا دي كانت خاصه بالكومبايلر نفسه. الكومبايلر القديم كان عنده المشكله ديت، واحنا بعتنا للشركه انتل اللي عملت البرنامج الكومبايلر الجديد وحاولوا يعالجوا الموضوع. فعلا الاول ما صدقوناش لغايه ما قلنا لهم لا ده هو فعلا في مشكله في الحاجات دي، لغايه ما لقوا فعلا ان في غلطه. فالحمد لله اتحلت وبقت المشكله دي ما بقتش موجوده. تمام. الحاله الثالثه الران تايم ايرور، اللي هو الواحد ممكن يكون شغال عمال يشتغل وعمال يعمل بيكينج ويعمل اناليسيس وبعدين يحصل غلطه صغيره مش واخد باله منها نتيجه الميموري او نتيجه يوزر ايرور، فتبص تلاقي البرنامج حصل له كراش وخرج. اول ما يحصل كده خلاص كل حاجه راحت، كل حاجه انت عملتها راحت. وطبعا دي طبعا بالنسبه لنا مصيبه، يعني مثلا واحد شغال ممكن يقعد 3 4 ساعات شغال في زلزال يقعد يعمل بيكنج وبتاع وفجاه خلاص راح كل حاجه راحت. طيب النسخه بقى دي فيها كل المشاكل اتحلت، اللي هو ايه؟ اول حاجه ان هو يقدر يفتح عدد لا محدود من النقط، يعني عندك زلزال او تريس طويل جدا يفتحه. تمام. لو عندك عدد من العناصر كبيره جدا اي عدد من خططها عندك يفتح يحطها برضو يحط لك في الايه في الـ في الـ في الورك سبيس بتاعتك، بحيث ان انت تقدر تتعامل مع كل تريس على حده. طيب الستارتنج مفيش مشكله في الستارتنج، يعني اي بدايه صح مفيش اي مشاكل. طيب الحاجه الثالثه الران تايم ايرور، انا حاولت ان انا قدر الامكان اقللها جدا، ولو حصل نتيجه لحاجه غير متوقعه من الداتا او من اليوزر، فالبرنامج بيخرج، ولكن اول ما تفتحه يفتح من اول ما وصل عند اخر حته هو واقع فيها. دي كانت اللي انا ايه حبيت ان اضيفها، لان انا لو انا شغال مثلا بيكنج مثلا 30 40 محطه وما سيفتش شغلي وخرج كان حاجه راحت. لا لو انا لو حصل كراش بقى دلوقتي دول كلهم موجودين زي ما هم ما حصلهمش اي حاجه، اول ما تفتح هتلاقيهم موجودين زي ما هم هتكمل عليهم. فدي كانت طبعا اهم حاجه في الـ في الـ في الـ في الفيرجن دي. الحاجه الثانيه بقى كمان اللي هي تمتاز في الفيرجن ده بالذات عن اللي قبليه، ان انت عندك كان قبل كده نفتح مثلا ايفنت، يعني زلزال معين متسجل مثلا من 10 20 30 40 محطه، هم بس اللي ينفع افتحهم. لو عندي زلزال ثاني لازم اقفل الزلزال ده او سيفه وافتح الثاني عشان اقدر اتعامل معاه ايه مكروه ده، خلصت ده اقفله وافتح الثاني. طيب لا النسخه دي بقى بتدي فرصه ان انت تفتح كل الايفنتس دي مع بعض. لو عندك مثلا سوارم فيه مثلا 30 50 100 ايفنت حصل او 500 ايفنت حصل مره واحده، فانت ممكن تتعامل مع كل الايفنتس دي مره واحده. انا هفتح ايفنت واشتغل بيه وبعدين اعمل شيفت وافتح الثاني وهكذا، واقدر اعمل سويتش من ده لده 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 زي ما انا عايز من غير ما الشغل يتاثر. كويس. هو هنعرف دلوقتي بعد كده هنعمل ازاي لوكيشن لكل الايفنتس دي مع بعضها، واقدر اعمل نافيجيت من الايفنت دي الايفنت دي من غير ما يحصل اي تدخل في الكلام ده، ومن غير ما استخدم اي ميموري تقيله على الجهاز. كل الحاجات دي بتتسيف في الهارد ديسك بتاع البرنامج بتاع الكمبيوتر، وبالتالي انا ما عاوز اي تريس ارسمه او اي انفورميشن من تريس بجيبها على طول بقراها على طول من الديسك مباشره من غير ما استهلك اي ميموري. طيب ايه تاني غير كده؟ لا غير كده في حاجه مهمه جدا في الفيرجن ده اللي هو المابنج. الفيرجن البرو 6 القديم او قبل كده ما كانش فيه مابنج، ما كانش فيه جرافيكس تقدر تلاقي سيمبلز والحاجات ديت. فانا النسخه دي فيها مابنج، فيها ستيل ايمج ماب، يا صح مش انتر اكتف ماب بس انف بالنسبه لي ان انا اول ما بيكون عندي لوكيشن لزلزال عندي لوكيشن ماب بترسم على طول مباشره. وعندي والحاجه الثانيه غير المابنج، طبعا المابنج فيها عملت كريت سيمبلز للمابنج بحيث ان انا اقدر احط سيمبل للستيشن شكلها ايه وسيمبل للايفنت شكله ايه. طبعا كل ده كان
ما كانش سهل خالص، بس كل ماب كل سيمبل ليه شكل، وكمان ممكن يكون ليه كلر، الفيل كلر واللاين كلر كل واحد ليه شكله، وانا اليوزر ممكن يغير الالوان زي ما هو عايز، يغير السيمبل دي زي ما هو عايز. بالتالي لما يحصل على لوكيشن ماب بعد كده بتبقى بالنسبه له يعني مفيده جدا، ان انا عشان شغلي اللي انا عملته تعبت فيه على طول قدامي نتيجه فوريه للشغل. طيب غير كده، غير كده كمان في ريبورتنج، ان انا بعد ما اخلص شغلي في البرنامج كله، استخدم كل التولز واعمل كل اللي انا عايزه، اعمل ماجنتيود، اعمل مومنت، اعمل لوكيشن، اعمل كل حاجه، اعمل فوق الميكانيزم، خلص كل الكلام ده ادوس على زرار واحد بس على ريبورت كامل بكل النتائج دي، لوكيشن ماب فيها الايفنت، الايفنت دي حصلت في اي بلد، اللات لونج بتاعها، ماجنتيود موجود، ده كل النتائج الاناليسيس اللي انا عملتها في البرنامج في كل التولز دي تتلخص كلها في صفحه واحده، هي عباره عن ريبورت. الريبورت ده ممكن يتسيف كسكرين شوت او يتسيف كبي ام بي فايل من الايه، من خلال البرنامج. كويس. طبعا الميزات دي كلها بالاضافه الى طبعا اللي انتم عارفينه، اللي هو الحاجه اللي تمتاز بيها لسه جراب بالذات، هي الانفيرجن تولز، اللي هو نقدر نعمل ليست سكوير انفيرجن لبعض الميثود، زي مثلا وريش الدايجرام اللي هو بيعمل يعني على طول الفي بي اوفر في اس بتاع المنطقه اللي انا شغلت فيها الاوريجن تايم، يطلعوا بوان كليك برضو. الحاجه الثانيه ان انا اقدر اعمل برون موديل انفيرجن، اللي هو منه بحصل على السورس بارامتر بتاع الزلزال والفوكال ميكانيزم. وطبعا دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هي الاساسيه في الاس جراف، اللي هي لما انا عندي اي تريس معمول له يعني في ويف فورم نظيفه ومعروف له الريسبونس كوريكشن بتاعه اقدر بسهوله جدا احصل على سالمت مومنت دقيق، واحصل على سورس بارامتر دقيق. سورس بارامتر اللي هو الكورنر فريكونسي، الفلات بارت، السورس ريديوس، والمومنت ماجنتيود، وسالمت مومنت، كل دوت بتحصل عليه ببساطه جدا. وعندي فلكسبيلتي دلوقتي في الفيرجن ده، ان انا اختار من التايم دومين الجزء اللي انا عايز اعمل له بس الفيتنج. قبل كده كنا باخد التيست كله على بعضه، لا المره دي لا، بختار الحته بس اللي انا عايز اعمل لها الفيتنج، واختار الفريكوانسي باند اللي انا عايز اعمل له فيتنج، بحيث ان انا ما بقاش عندي جزء او جزء فيه نويز ولا حاجه ما اخدوش معايا في الانفيرجن في الفيتنج، فيتاثر بالانفيرجن. كويس. فانا الكلام ده كله بقى ايه هشرحه بالتفصيل خلال الكام فيديو اللي جاي ان شاء الله، هناخد كل جزء على حده نتكلم عليه بالتفصيل ونتكلم كل التريكات اللي احنا وقفنا فيها، او اللي انا شايف ان مش صعب شويه على اليوزر ان هو يتوصل اليها، عملتها وهقولها ان شاء الله بالتفصيل، بحيث ان ان شاء الله المستخدم لما يستخدم البرنامج يلاقي الامور ابسط شويه، وهكتشف ان هو فعلا الامور ايه اوضح. كويس. طيب انا في الفيديو ده بس هتكلم على حاجه واحده اتعملت عشان بس نبقى فاهمين الفرق بين الاس جراف ده والاس جراف والفيرجن الثاني. الاس جراف ده ليه سيستم، السيستم ده انا صممته بحيث يقدر اتعامل مع عدد من الايفنتس، مش ايفنت واحد، بمعنى ان انا لو عندي ايفنت عدد من الايفنتس موجوده ممكن افتحهم كلهم واقدر اتعامل مع كل واحد على حده من غير ما يتاثر التاني، من غير ما اقفل التاني وافتح التاني، لا كلهم يكونوا معايا في نفس الوقت. دوت اتعمل عن طريق سيستم اسمه بروجكت ايفنت، بمعنى ان انا لازم عشان افتح اي داتا عندي لازم تبقى ايه اعمل لها بروجكت، لازم تكون واقعه في بروجكت. طيب واي داتا تتفتح بتبقى لازم ايه تكون تبع ايفنت. ايفنت يعني ايه؟ ايفنت يا اما زلزال يا اما نويز يا اما حاجه ما اعرفش ايه هي، يا اما سيجنال يا اما تيست سيجنال ايا كان. وبالتالي كلمه بروجكت دي باختصار يعني مثلا لو انا عندي داتا من شبكه معينه يبقى احطها تحت شبكه بروجكت، مثلا بروجكت الشبكه الفلانيه، او عندي سادمك صور حصلت مثلا في وقت معين في عدد من الزلازل عايز افصلهم عن بقيه الزلازل الثانيه، فهاخدهم هسمي البروجكت ده بالاسم الايه؟ اسم الفلاني. خلاص. فبالتالي يبقى انا عندي ايه بروجكت لسوارم 1 او سوارم 2 او نتورك 1 نتورك 2، كل واحده من البروجكت دي واقع جواها ايفنتس، وكل ايفنت بتبقى عباره عن ايه؟ مجموعه من التريسز، يعني المحطات نفسها اللي سجلت بالكومبوننت بتاعتها بكل حاجه، كلهم دول يكونوا ايه؟
واقعين في قلب الايفنت. كويس؟ كل تريس من التريسز اللي في كل ايفنت ممكن اطبق عليها اي تول من التولز الموجوده فين؟ في البرنامج. وبالتالي اقدر اطلع اطبق التول، اختار اي ايفنت من اي تريس، اي تريس من اي ايفنت، واطبق عليه سواء اي روتين تولز زي الفلتر زي الانتجريشن زي وهكذا. كويس؟ والايفنت على بعضه اقدر اطبق عليه الماجنتيود، اطبق عليه اللوكيشن، تمام، اطبق عليه ورد الدياجرام، حاجات اللي هي عايز الايفنت على بعضه. كويس؟ ده باختصار هنشوف السيستم ده بالظبط ازاي اتحط بتعمل في الجهاز. والاس جراف نفسه البرنامج هو بيصمم السيستم ده، اي حاجه انت بتفتحها هو بيحطها وبيستفها في مكان معين في الجهاز، بحيث ان هو لما يعوزها يلاقيها في مكانها من غير ما يحصل اي تضارب او تعارض مع اي ايفنت تاني. لما تقول له عايز افتح ايفنت 1 او 2 او 3 يفتح لك على طول، او ما تقول له يفتح لك على طول ويسيف كل حاجه اشتغلت بيها في الايفنت الاولاني ويفتح لك ايفنت تاني برضه تشتغل فيه، خلصت تخش على الايفنت التالت وهكذا. وبالتالي يبقى عندك كل الداتا عندك متسجله في الهارد ديسك بتاعتك. حصل اي مشكله في الشغل وانت شغال، حصل اي راندوم ايرور، برنامج خرج، ولا نحزن ولا نتضايق ولا حاجه، نفتح البرنامج تاني هتلاقي فتح كل حاجه، هتلاقيها موجوده في مكانها مستفه. وهشرح لكم بالظبط مكانها فين تحديدا، وازاي نقدر نوصل لكل حاجه نفهمها ايه اللي البرنامج بيعمله بالظبط. ف دي بعض الصور للنسخه الجديده باللوكيشن بتعمل ازاي، الدياجرام، شايفين السيمبلز اللي صممتها الجديده اللي بالالوان، السيمبل ممكن تتغير سواء سيركل سواء سكوير ايا كان. ودي شكل الماجنتيود دايلوج بوكس، ودي الايكويشنز بتاعت الماجنتيود اللي احنا ممكن هنتكلم فيها لما ان شاء الله نوصل لها. كويس؟ ودي الشكل الجديد للبرو موديل انفرجن، اللي احنا ازاي بتلاقي التايم دومين تريس مع البيست فيت فريكونسي دومين، فانا على نفس الشاشه ممكن اغير بعد كده الويندو اللي انا سبته. طيب كفايه كده لغايه دلوقتي في الفيديو ده، هنكمل ان شاء الله في الفيديو الثاني هنشرح بالتفصيل بدايه ايه هي المين فريم او المين ويندو بتاعه الاس جراف، وهنتكلم على الداتا فورمات اللي سبورتد باي اس جراف. شكرا.